أهم توقعات الفلك لمواليد الحمل على الصعيد العاطفي بشهر أيلول سبتمبر 2023؟ واو، صرنا بأيلول. يا عزيزي، بتتحسن شؤونك العاطفية بهالشهر شوي شوي. فينوس بالأسد يمكن بيعوض عن طوالع فلكية أخرى، مش يمكن، بيعوض عن طوالع فلكية أخرى وبيحد من سلبيتها، يعني بيعطيك فرص أفضل على الصعيد الشخصي، بس ما لازم تستسلم ولا لازم تترك الأمور على سجيتها إذا طرأ شيء أو إذا تداخلت الشؤون المهنية بالأمور العاطفية. بتنتظرك مفاجآت، يمكن الظروف تاخدك إلى قطيعة معينة بعد قصة حب عاصفة، أو يمكن يطرأ شيء بيجعلك تاخد قرار مغاير للشيء اللي أردته بالسابق. يمكن الحبيب هو يقرر الذهاب في سبيله بدون شرح مع تبريرات واهية ما بتقنعك. بتشعر كأنك محاصر من كل الجهات، ويمكن تتحول علاقة هادية حتى الآن لمشكلة بحياتك. يعني فينوس اللي بيعوض لك من جهة عن شؤون مالية ممكن يعرضك كمان لأمور عاطفية مباغتة. يمكن توضع شروط قدامك انت مش قادر انك تنفذها، مثلا بيقول لك الحبيب عندك هيدي المهلة، او انا بدي اعرف جوابك هلا، او بدي منك كذا وكذا، حبيب او الحبيبة طبعا حسب مع مين الطرف الاخر. او بتشعر كأنه في شيء عم بيدخل بحياتك وهو غامض شوي. انتبه لأشياء بتقولها بهالشهر، كل كلمة إلى تأثير، كل شيء بتعمله وبتفعله لازم تنتبه له، وما تستعجل قرار بهالشهر، حيويتك يمكن تنقلب عليك وتجعلك تتهور ببعض التصرفات. لازم تعرف انه انت مضطر لهالشهر لتسويات، وانا بعرف انك ما بتحب التسويات. باختصار، هيدا شهر مزاجي، كتير مزاجي، بيحمل لك بعض الخضات من جهة والمفاجآت الحلوة من جهة أخرى. شو لازم تعمل؟ لازم تصبر وما تتخطى حدودك، وعم بقلك على كل الجبهات، كمان على الصعيد المهني ويلي هو موجود بفيديو آخر.